يسعدني أن أرحب بكم جميعا وأعرب لكم عن سعادتنا باستضافة الدورة الثانية لمعرض جيتكس أفريكا الذي ينظم تحت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر المشاركين الوطنيين والدوليين القادمين من مختلف الدول الصديقة والشقيقة على حضورهم بيننا في هذا المعرض الإفريقي الهام الذي يحمل دلالات عديدة بالنسبة لقارتنا وهو ما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لتقوية روابط الأخوة والصداقة وتعزيز المبادلات التجاريه بين دول القاره وذلك لتحقيق النجاح المشترك في استثمار الامكانيات الواعده لقارتنا الافريقيه وهنا لابد ان استحضر الرساله الساميه التي وجهها جلاله الملك نصره الله الى المشاركين في اشغال اجتماع التجمع الافريقي لوزراء الماليه ومحافظ البنوك المركزية للدول الإفريقية التي انعقدت هنا أشغالها بمراكش في يوليو 2022 عندما أكد جلالته أن التكنولوجيا الرقمية تشكل بالفعل تحولاً بنيوياً في مقاربتنا للعالم الذي يحيط بنا إذ تسمح بتطوير أنماط إنتاجية واستهلاكية جديدة من شأنها أن تخلق المزيد من مناصب الشغل وأن تشكل مصدرا للرفع من فرص الاستثمار انتهى منطوق رسالة صاحب الجلالة. أيها الحضور في ظل اضطرابات الضفية والتحولات العميقة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة لا سيما الرقمنة المتصاعده والتي باتت حاضرة بقوة في مختلف مناحي الحياة أظهرت التكنولوجيا الرقميه انها تشكل بالفعل رافعه اساسيه وغير مسبوقه للاقتصاد الدولي وخاصه بالنسبه للقاره الافريقيه. فتبعا لتقرير اصدره البنك الدولي بامكان التحول الرقمي ان يضيف 712 مليار دولار الى الناتج المحلي الاجمالي لافريقيا بحلول سنة 2050 مما يؤكد الإمكانات الهائلة التي يتيحها لتحفيز النمو الاقتصادي وإحداث تحول في القارة فقد أصبح التحول الرقمي عنصرا لا محيد عنه على مستوى التعاون بين البلدان الإفريقية لعدة أسباب رئيسية تتجاوز تقدم التكنولوجي البسيط وذلك عبر تسهيل التنمية الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للقارة الإفريقية ولذلك فإن التجارة بين دول إفريقيا والتي تعرقلها في بعض الأحيان البنيات التحتية المحدودة والمساطر الإدارية المعقدة ستستفيد بشكل كبير من الرقمنة حيث ستساهم منصات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع عبر الأنترنت والحلول اللوجستيكيه الذكيه في تبسيط المعاملات التجاريه وتقليل التكاليف وتعزيز النجاح خاصه وان رقمنا كتعمل ايضا على تحفيز الابتكار من خلال توفير منصه لتطوير افكار وحلول جديده ذلك عبر مضاعفه اعداد حاضنات التكنولوجيا والهاكاتونات والمقاولة الرقمية الصاعدة لستارت اب نيميريك مما يشجع ريادة الأعمال وخلق فرص الشغل وعلى ضوء ذلك ستكون بإمكان رواد الأعمال الأفارقة أن يتعاونوا بسهولة أكبر مع نظرائهم بين من مختلف البلدان والقارات وأن يتقاسموا الموارد والخبرات لإيجاد حلول مصممة خصيصا لرفع التحديات المحددة التي تواجهها القارة. وفي ظل هذه التحولات يمكن التأكيد على أن التكنولوجيا المالية فينتك تلعب دورا حاسما في تعامل الأسواق المالية الإفريقية حيث تعمل خدمة الدفع عبر الهاتف المحول المحمول ومنصات التمويل الجماعي والخدمات البنكيه عبر الانترنت على تحقيق الادماج المالي بشكل متزايد حتى في المناطق القرويه. كما يؤدي هذا التحول الى تقليل الحواجز امام دخول الشركات والمستهلكين وبالتالي تعزيز المزيد من التكامل الاقتصادي في جميع انحاء القاره. لذلك فمن خلال التكنولوجيات الرقميه يمكن للبلدان الافريقيه ان تدبر بشكل افضل الخدمات العموميه لتعزيز شفافيات الحكومه ما سيمكن المنصات الالكترونيه الحكوميه من العمل على تحسين النجاعه الاداريه والحد من الفساد ذلك ان تسهيل الولوج الى المعلومه من شانه ان يشجع على المزيد من الحكامه المندمجه والتشاركيه حضرات السيدات السادة، إن الحكومة المغربية تضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها. وفي هذا الإطار ستخرج إلى حيز الوجود في غضون الأسابيع القليلة المقبلة استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي عدتها الحكومة وتعتبر هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها في إطار اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية تمرة تمرت عمل مشترك ومكتف بين مختلف الفاعلين في القطاع العمومي والقطاع الخاص وكتتركز الاستراتيجية ديال المغرب الرقمي 2030 على جوج ديال المحاور أول كيتعلق برقمنة الخدمات العمومية فيما يوم المحور الثاني ببت دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وكذا خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل ولا شك أن التحدي الأساسي الذي سيطرح أمامنا لمواكبة إنجاح هذه الاستراتيجية يظل هو تكوين المواهب والكفاءات الشابة بالقدر الكافي من الجودة والعدد وتحقيقا لهذه الغاية وقعت المملكة المغربية اتفاقا في عام 2023 تسمح لنا بمضاعفة عدد الخريجين في المجال الرقمي ثلاث مرات قريبا بحلول العام سنة 2027 وفي إطار هذا التوجه وقعت بلادنا مجموعة من الاتفاقات مع عدد من الشركاء العالمية الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في التكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير ما من شأنه أن يسرع التحول الرقمي ويضاعف الإمكانيات البشرية المحلية المتخصصة حضرت السيدة السادة إن التحول الرقمي ليس مجرد ترف تكنولوجي بل هو محفز أساسي لتعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية فهو يقدم حلول ملموسة للتحديات التي تواجهها القارة ويحفز التنمية المستدامة ويوفر بيئة مواتية لتعميق التكامل بين البلدان الإفريقية ولذلك فإن تبني هذا التحول وتعزيزه يشكل أهمية بالغة لتحقيق إمكانات إفريقيا الكاملة في القرن 21 ومن هذا المنطلق يشكل معرض جيتكس أفريقيا منصة متميزة لمناقشة المحفزات الرئيسية التي ستمكن القارة الإفريقية من وضع نفسها كمستهلك ومنتج للتكنولوجيا الرقمية فدعونا نواكب معا هذا العصر الرقمي بكل جراه وعزيمه، فقد حان الوقت لكي تكتب افريقيا فصلا جديدا من تاريخها يكون فيه الابتكار الرقمي المحرك الاساسي لتقدمنا الجماعي فمن خلال توحيد الجهود يمكننا تحويل هذه الرؤيه الى واقع مزدهر وملهم للاجيال المقبله ختام هذه الكلمه اتمنى لضيوفنا الكرام مقاما سعيدا في بلدهم الثاني المغرب كما اتمنى التوفيق لاشغال الدوره الثانيه للمعرض جيتكس افريقيا والسلام عليكم